The importance of sleep. You have this uh, page, and in this page we have this exercise that combines all the grammatical rules that we have discussed. We have discussed the grammatical rules of defining and non-defining relative clauses. Zekkar, defining will non-defining relative clauses. Hum, الموصولة إني أربط بين فكرتين بجملة واحدة باستخدام ضمير وصل هو which when where that تمام أخذنا ال present perfect مع already اللي بيعطيني معنى الإنجاز فعل صار في الماضي وأنجز في الماضي لكن إله أثر حاليا ال state verbs الأفعال اللي بتدل على الحالات وبالتالي ما بيقبلوا الاستمرارية الـ dynamic verbs الأفعال اللي فيها نوع من الحركة سواء الحركة الجسدية أو الحركة الذهنية، وعادةً أفعال الحواس مثل I see I eat um, I taste I hear مثلا I listen to something بقدر أحكي I'm listening to music, okay? أو مثلاً إنه أنا أحكي I play I eat I think. بدنا ننتبه احيانا مثلا للافعال مثل تيست حسب معناهم اذا بمعنى يتذوق بقدر استخدمه في حاله continuous اذا بمعنى انه this pizza tastes good انه هاي البيتزا طعمها كويس بهاي الحاله ما برضى انه يكون في حاله البروجريس او مثلا انه لما احكي I'm feeling good. I'm feeling happy. بتزبط لأن بمعنى شعوري. بس this cloth مثلاً feels soft. ملمسها ناعم بهاي الحالة ما بقدر أحكي فيلينغ لأنه بكون قصدي فيها بمعنى ملمس، أوكي؟ هاي هي الأفعال الستيت والدايناميك وأخذنا كمان ال present simple passive، الباسيف المبني للمجهول لما نحذف الفاعل ونستخدم المفعول به، بعدين verb to be وال three، أوكي؟ مع بعض بدنا نحاول نحل هاي الأسئلة عشان نتأكد إنه إحنا هلا مناسب. Okay. Complete the following dialogue with the correct ver verb forms from the box. Complete أكمل الـ dialogue الحوار مع الـ correct verb forms. Let's go. Where asked. لاحظوا where asked هاي ضمن أي قاعدة. قاعدة الـ passive. verb to be و oh, verb three. was done نفس الشيء passive. have found high present perfect. have verb 3 must be were given عنايةها yeah, passive why don't we للإقتراحات و might have continued هدولي المودل perfect إنه أنا أستخدم المودلز مع ال perfect عشان أحكي عن فعل ماضي كان لازم يصير أو احتمال إنه صار مثل might have continued احتمال إنهم كملوا بالماضي اوكي okay. فهو so present perfect مع models نجرب مع بعض فيصل كريم I'm reading about the importance of sleep did you know that an experiment to show that our brain continues to think while we are sleeping طبعا دايما عندنا الطلاب بواجهوا مشكلة بحل هذا السؤال ببساطة عشان نحل هذا السؤال بدنا نعرف نطلع على الكلمة اللي قبل ونعرف هل هي subject ولا هل هي object. وأعرف كمان شو الزمن اللي إحنا بنحكي فيه. Did you know that an experiment؟ ال experiment تجربة هي الـ subject ولا هي ال object؟ هي اللي عملت ولا هي اللي انعملت؟ طبعاً ال experiment عبارة عن object مفعول به هي اللي انعملت. وبالتالي an experiment هاي ال object عندنا رح نحتاج verb to be. و verb 3 رح نحتاج قاعدة ال passive so an experiment was done عندنا الإجابة مكتوبة أنا كاتب الإجابات لأنه ما عندي ال space الكافي an experiment was done to show that our brain continues to think while we are sleeping ليه was done لأنه أنا عمالة بتعامل مع الماضي مفروض بالمضارع استخدم الـ أو الـ طب أنا بالماضي شو ماضي الـ معروف إنه الـ شو ماضي الـ are؟ فأنا رح نفس القاعدة بس أنا عم بستخدم الماضي من verb to be اللي هي was والـ were و done هي الـ verb three to show that our brain continues to think while we are sleeping really who did the experiment? I'm not sure. It a group of scientists It must be شو يعني It must be a group of scientists يعني هم أكيد must be بمعنى أكيد هم جروب من العلماء مجموعة من العلماء المست هي عبارة عن مودل معناها أكيد والمايت عبارة عن مودل معناها احتمال فمست يعني هم اكيد وبي بتعرفوا verb to be استخدمها قبل الناونز وكلمة group a group of scientists أنا عمالة بتعامل مع nouns فthey they must be أو it must be a group of scientists مثال أنا هلا قاعدة عمالة بستنى دينا إنها دينا هلا رح تيجي فبهذا الوقت اللي أنا عمالة بستنى فيه دقة الباب فبحكي it must be Dina أكيد دينا لأنه هذا هو الوقت اللي أنا عمالة بستناها Two groups of people some questions in a test but they did not answer them immediately both groups attest on the questions after only when, uh, after only one group had a short sleep التجربة صارت على group of people على two groups of people هذه الأبجكت عندنا two groups of people were asked some questions in a test but they did not answer them immediately both groups attest on the questions after only one group had a short sleep both groups were given هنا أنا عمال بتعامل مع الباسف لأنه أنا ما بذكر من الفاعل الفاعل معروف من الجملة إنه هو scientist حكينا قبل هيك الباسف بستخدمه لما ما أعرف من الفاعل أو لما يكون الفاعل واضح من الجملة مثل الجملة اللي حكيناها the criminal was caught المجرم انمسك مين اللي مسكه الشرطة معروف ما في داعي أحكي إنه the police caught the criminal نفس الفكرة هون أنا عمالي بحكي عن scientists فأنا عارفة إنه الفاعل هم scientists فما في داعي بكل جملة أحكي إنه the scientists asked a group of people the scientists gave groups of people questions خلص بستخدم الباسف لإنه كل النص معروف إنه هاي التجربة انعملت من مجموعة من العلماء ما في داعي أني أضلني بكل جملة أكرر هذا الفاعل معروف by default عشان هيك استخدم الباسيف هون where طبعا لأنه people جماعة و where هون لأنه كمان groups جماعة والverb 3 من asked والverb 3 من given بقاعدة الباسيف you about the result of the experiment عادة بالامتحان لما الطلاب يشوفوا ثلاث فراغات بنفس الجملة بنعجوه شوي طيب أنا هون عندي الفاعل السبجكت طب أنا ليه عندي فراغين؟ ما دام أنا عندي الفاعل بس هل أو أو الفعل بس، طبعا هون إحنا معطينا بعض الخيارات اللي مبين إنه أنا عندي أكثر من كلمة فبالتالي يمكن يكون جواب might have continued ممكن have found out yet ممكن يكون why don't we يعني بدنا يكون جواب مكون من أكثر من كلمة. بس عادة بالامتحان تاع المدرسة الأساتذة الكرام والمعلمات مو دايما بحطوا الفعل بهاي الطريقة بحطوا لك الفعل بيس وانت مطلوب منك تحوله بالطريقة المناسبة ونفس الشيء بكرة بالتوجيه بحطوا لك الفعل بيس وانت مطلوب منك تحوله بالطريقة المناسبة طيب انا ليه عندي ثلاث فراغات من مجرد ما عندك فراغين اعرف انه في فراغ بده يكون في فعل مساعد وفراغ بده يكون في الفعل الرئيسي عرفت ليه؟ أو عرفتوا ليه بحطوا فراغين؟ لأنه أنت بتكون فراغين، لاحظ دايماً لما يكون عندك فراغين معناته أنت عم تتعامل مع سؤال. ومالك تتعامل مع سؤال، ودايماً كل الـ questions بأي جملة وبأي زمن ببلشوا بالهيلبنج فيرب، بعدين الـ subject، بعدين الـ verb أي question عندي إياه ببلش بالهيلبنج verb. بعدين الـ subject. بعدين المين فالفراغ الاول للفعل المساعد بعدين هي السبجكت بعدين بيجي هون عندي هون المين فيرب طيب الفراغ الاخير الفراغ الاخير مو دائما حيكون موجود لكنه ان وجد حيكون للظرف للادفرب او للكي وورد تاعت هاي القاعده طيب مين اللي بنطبق عليها هاي شروط فعل مساعد بعدين فاعل بعدين الفعل برافو هاف found yet have you found um, out about the result of the experiment yet have you found out about the experiment results yet <applause> شو معنى yet اذا بتتذكروا خدنا yet بمعنى ولا لسه هل انت طلعت الاجابات او شفت النتائج تبعت هاي التجربه ولا لسه ما لقيت هاي الاجابات فيت بستخدمها للاستفسار عن اشي هل تم او ما تم مثل Have you done your homework yet هل عملت واجبك ولا لسه Have you had your lunch yet اتغديت ولا لسه Have you met يوسف yet اتقابلت انت يوسف ولا لسه Have you washed the dishes yet غسلت او جليت الجلي ولا لسه الى اخره يت بستخدمها بالسؤال بنهايه السؤال عشان اسال عملت ولا لسه نفس الشيء هون هل انت اتطلعت على الاجابات or yet not yet Yes, the group who slept for a short time after hearing the test questions you knew the answer more quickly. اللي أخذوا الأسئلة وناموا بعدين صحيوا عرفوا الإجابات أسرع من اللي أخذوا الأسئلة وظلهم صحيين ليه؟ لأن النوم زي ما أخذنا بنظم المعلومات، شان هيك أبدا ما بسير نهمل النوم خلال الدراسة. So their brains thinking about the problem while they were sleeping. Their brains might have continued, might have continued thinking about the problem while they were sleeping. أدمغتهم احتمال انها تضلت تفكر بالاجابة طول ما هم نايمين ليه اخترنا المايت لانه احتمال انا مش متأكدة هاي التجربة والواحد نايم احنا مو متأكدين شو اللي عمله بصير لكن من المحتمل انه الادمغة have continued thinking استمرت بالتفكير That's right and ask our science teacher if this is true. Let's or why don't we Or sorry let's go and ask. Khaleena nrooh w nesal science teacher. Good idea. More research on this topic. also and why? Don't we also do? Why don't we also do? also هدول عادة بيجوا قبل الفعل الرئيسي والفعل الرئيسي يعني يدو فكل الأبل هدول بفراغ لحال ودو بفراغ لحال